مشاهدين للمزيد من المتابعة حول هذا الحدث الهام الذي تشهده مصر اليوم، وهو بدء حصاد موسم القمح. معنا الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي. دكتور مصطفى، بعد التحية، اليوم هو يوم خاص في تاريخ مصر، حيث تزداد الرقعة الزراعية المنزرعة بمحصول القمح في وقت حساس واستراتيجية أيضا في توفير هذه السلعة الهامة. كيف ترى هذا الافتتاح اليوم أو بدء موسم الحصاد؟ صباح الخير لحضراتكم، وكل سنة وانتم طيبين. طبعا السيد الرئيس النهاردة يعني من صباح في حصاد القمح النهاردة وضع كان الخطة الاستراتيجية لعملية زيادة الرقعة الزراعية. السيد الرئيس منذ توليه وهو بيهتم، وكلنا دايما كنا بنتحدث عن 1.5 مليون فدان، ما بيسمى بالامن الاستراتيجي الغذائي، واحنا طبعا كلنا نعلم جيدا ان كان الهدف الاول والهم الشاغل للسيد الرئيس ازاي ان هو يحد من عمليه التعدي على الاراضي الزراعيه، ازاي يوسع الرقعه الزراعيه ويامن الامن الغذائي المصري. وطبعا كان من اولوياته ازاي يكون في توفير للقمح نظرا للتداعيات الكثيره، اولا منها توفير العمله الاجنبيه، وطبعا الامر الثاني زياده المحاصيل الزراعيه دي بتوفر اليد العامله، بتامن الوضع الامن الاستراتيجي الغذائي لمصر. ده كمان بما يسمى بالبعد الامني، ان احنا ما يكونش علينا ضغوط سياسيه من الخارج استغلالنا ان احنا يكون علينا وضع من هذا الراي او هذا ذاك الراي من الدول المصدره للقمح. فالنهارده بنشوف باعيننا ان زياده الرقعه الزراعيه وفرت الحمد لله ما بيسمى بالبديل عن الاستيراد الخارجي، طبعا هو جزئيا صحيح، ولكن زاد بيزيد ما من حركه الارض الزراعيه داخل مصر. نعم، يعني العالم شهد على مدار الفترة السابقة أزمتين أثرا بشكل كبير على سلاسل الإمداد، وأصبح على كل دولة أن تؤمن شعبها من المواد الغذائية الاستراتيجية والأساسية. كيف ترى هذه الخطوة التي اتخذتها مصر، واليوم نحن السيد الرئيس يشهد افتتاح أو بدء حصاد موسم القمح في هذا التوقيت الحساس في ظل هذه الأزمات الدولية؟ طبعا الأزمات الدولية النهاردة ابتدت تزداد صعوبة جراء الحرب الروسية الأوكرانية والتحديات اللي بتشوفها دول العالم كثيرة، وطبعا عانت على خلفية جائحة كورونا، ثم امتدت لسلاسل الإمداد. ان احنا النهاردة بنشوف ان في كثير من السلع الاستراتيجية في العالم مؤثرة تأثير كبير جدا على بعض من الدول، واحاديث النهاردة سواء من الاتحاد الأوروبي او من الدول الكبرى الدول الصناعية ما بتتحدث ان يكون في أزمات غذائية لو امتدت الحرب الأوكرانية الروسية دي لنهاية العام. وهذا خلاف كمان الارتفاع الكبير اللي هيلحق به الأسعار السلع الغذائية والسلع الاستراتيجية كلها. احنا النهاردة بنشوف ان في ارتفاع كبير جدا في حركة أسعار النفط والبترول، وللأسف سلاسل الإمداد كمان لديها من الصعوبة للوصول لبعض من الدول. فان احنا النهاردة نصل لعملية التأمين الاستراتيجي للمحاصيل الزراعية الخاصة بينا، حتى لو كان التأمين ده بيزداد يوم بعد يوم، أعتقد ده كان من التخطيط الأساسي من السيد الرئيس، الوجهة الأساسية في برنامج الإصلاح الاقتصادي إن احنا نؤمن العديد من السلع الغذائية الخاصة بينا، وطبعا ده بيحقق لينا الحمد لله نجاح في توفير السلع الغذائية والأمن الغذائي للدولة المصرية. نعم دكتور مصطفى، المردود الاقتصادي المباشر والغير مباشر على الوضع الاقتصادي في مصر مما نشهده اليوم من زيادة الرقعة الزراعية والاكتفاء الذاتي أو الجزئي من محصول القمح. خليني أقول لحضرتك يعني الأساس في هذا الأمر هو الأمن الغذائي، الاستهداف المباشر لتأمين احتياجات الناس. السلع الغذائية والسلع التموينية دي من أهم أهداف الدولة، مثلها مثل السلاح. ان احنا النهارده نؤمن الشعب المصري اكثر من 105 مليون نسمه، النهارده نؤمن لهم الغذاء سواء في تحديات او عدم وجود تحديات، هذه من اهم الامور اللي السيد الرئيس يعني بحث فيها منذ توليه. ان احنا النهارده كمان بنتكلم ان توفير القمح ده النهارده بيكون اساس لتوفير العمله الاجنبيه، كمان بان هو بيسهل يعني بيحسن من قدره التشغيل وعدم وجود بطاله، بنزود الرقعه الزراعيه، بنستغل الاستغلال الامثل للمياه، واحنا عارفين ان النهارده ندره المياه دي بقت بالنسبه لنا قضيه ابن قومي. نعم. احنا عندنا العديد من المشكلات في دول حوض النيل،
يعني فكنا بنستهدف ان احنا النهارده نزيد حجم الاستثمارات. خلونا نقول للدول الافريقيه نبحث ازاي يكون في تعاون. اشقائنا في القاره الافريقيه هيكون عندهم ازمه غذائيه لو امتدت الحرب الاوكرانيه الروسيه. وهذه الازمه كمان هتؤثر على المجتمع الافريقي، بخلاف كمان ان احنا في ازمه من جائحه كورونا وامتدادها لو امتدت لا قدر الله للجائحه او للمده السادسه. ده امر صعب جدا بالنسبه لنا، هنبحث فيه ازاي؟ حقيقة ان يكون النهارده في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وهم في اجتماعات الربيع يبحثوا عمليه الاستبدال اللي هو الصراعات دي استبدال للاستثمار. اعتقد ان احنا بنشوف النهارده نجاح كبير جدا بالنسبه للدوله المصريه. نعم، يعني ونحن نتحدث اليوم عن مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية لمحصول القمح تحديدا دخلت في الحصاد، أو أن احنا نقدر حاليا أن احنا نجني ثمار هذا المحصول. الدولة بالطبع اتخذت عدة خطوات لدعم زراعة محصول القمح خاصة في التعامل مع الفلاح. أبرز هذه الخطوات التي اتخذتها لتشجيع الفلاح على الزراعة وأيضا توريد القمح. الحمد لله احنا شفنا في عديد من المبادرات قام بيها السيد الرئيس وقام بيها الجهاز المصرفي بتوجيهات من السيد الرئيس. النهارده في كثير من القضايا تم الاستبعاد عن السير في التقاضي مع الفلاحين. البنك الزراعي النهارده بيمد للفلاح بعدد من الامدادات التمويليه، الفلوس بالنسبه لهم بيشجعهم على زياده المحاصيل الزراعيه. النهارده بنشوف ان السيد الرئيس اكثر من حديث بيتحدث بيطالب المستثمرين في القطاع الخاص ان يخش يكونوا شركاء معنا في المحاصيل الزراعيه والزراعه الاستراتيجيه، سواء بقى في الخضروات او الصوب او ما شابه لذلك. اكيد كلنا بنعلم جيدا ان خلال الفتره اللي فاتت الدوله بنت قد ايه عدد من الصوب استبدالها لبدل الري العادي للري التنقيطي، بالتنقيط يعني بالادوات الحديثه. اعتقد دي كلها مبادرات بتقوم بها الدوله للتيسير. انما مطلوب الزياده طبعا، نحن شعب في ازدياد يوما بعد يوم، بنصل ل 105 مليون في احتياج لتدابير احترازيه اكثر في السلع الغذائيه. نعم، ولكن الدوله النهارده بتقوم بمجهود وفق ما تتطلبه او قدرتنا الاقتصاديه عشان كده نقدر نوصل بيه تامين على الغذاء وبدل الاستبدال او الاستيراد من الخارج. نعم، بنلاحظ دائما ان الدوله حينما تشرع في بدء اي من المشروعات القوميه دائما ما تحدث مشروع متكامل من كافه الجوانب. واليوم نتحدث عن افتتاح عدد كبير من الصوامع، صوامع التخزين في عدد من محافظات الجمهوريه. كيف سيخدم ذلك ايضا الحفاظ على مخزون القمح المصري؟ الدولة طبعا دايما بتفكر ان يكون في رؤية استراتيجية لكل المحاصيل الزراعية او لكل المشروعات اللي احنا بنتكلم فيها. الامر ده بالنسبة لنا بيبقى في غاية الاهمية. ليه؟ لان المشروعات دي بتزيد من حركة التشغيل داخل الدولة. زي ما بنشوف النهاردة شفنا قد ايه في من الطرق النهاردة اللي تم تيسيرها لنقل المحاصيل الزراعية. شفنا قد ايه النهاردة بيبقى عندنا زيادة في الصوب وزياده ايضا كمان في الصوامع للتخزين. نعم. بنشوف قد ايه كمان عندنا النهارده فرص لزياده التصدير للخارج للمواني او لحركه. نعم. النقل عن طريق نهر النيل. كل ده النهارده يا فندم بتبقى موضوع ليه سبب يسمى بدراسه الجدوى، الرؤيه الاستراتيجيه. ازاي احنا بنخطط لسنوات عده، مش ليس لسنه او لاثنين، ليس. نعم. قصيره يعني النظر. احنا بنتكلم النهارده في عندنا رؤيه استراتيجيه كبيره لمشروعات قوميه تحول انتاجيه وتعمل قيمه مضافه للوضع الاقتصادي. نعم. النهارده احنا هنعلم جيدا ان مناقشه الموازنه كانت داخل البرلمان بتزيد من بتطالب بزياده حركه الاستثمار. نعم. اعتقد دي كلها النهارده بتحقق نجاحات تقدر تزيد من القيمه المضافه للجنيه المصري ولسعر الصرف، ان احنا النهارده امام تحدي كبير جدا لجذب حركه الاستثمار. نعم. بشكرك شكرا جزيلا الدكتور مصطفى بدره الخبير الاقتصادي.